تقول الإحصائيات أن واحدة من كل 4 بنات وواحد من كل 6 أولاد يتم إيذائهم جنسياً قبل سن 18 سنة، وأن 10% فقط من الحالات يتم التبليغ عنها بسبب الخزي والعار اللي مقترن بالإيذاء الجنسي. غير مذنب هي حملة قومية تقوم بالقضاء على الإيذاء الجنسي في الأطفال. بنعمل كده من خلال كذا حاجة، بنعمل كده من خلال تمكين الأطفال وأسرهم والمجتمعات والمؤسسات الاجتماعية بالمعرفة عن الإيذاء الجنسي وعن كيفية الوقاية والحماية منه. بنعمل كده كمان من خلال بناء ضغط مجتمعي يرفض الإيذاء الجنسي. كلمة الإيذاء الجنسي لوحدها مقترنة بحاجة فيها خوف وفيها خجل وفيها قلق، ناس بتخاف جدا تتكلم عن الموضوع ده، لكن بكل الحالات اللي حصلت في الوقت اللي فات احنا محتاجين ان احنا نتكلم عن هذا الموضوع. الوسائل اللي احنا بنستخدمها في مؤسسة غير مذنب للرعاية الأسرية هي التعليم، التدريب، والإعلام ووسائل أخرى. بعض الاستراتيجيات اللي احنا بنستخدمها هي تمكين الفئات المستهدفة من التعرف على الإيذاء الجنسي وحقيقته. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها هي توعية المجتمع بخطورة الإيذاء الجنسي، وهو الإيذاء الجنسي ما هوش مجرد حدث يحدث مرة واحدة وخلاص، لكن ليه توابع قصيرة المدى وطويلة المدى على الشخص، ودي حاجة لازم يكون المجتمع عارفها. من ضمن الحاجات كمان اللي احنا بنعملها ان احنا بنعلم الفئات المستهدفة عن خصوصية الجسد، وزي الجسد ده حاجة مقدسة جدا وانا محتاج ان انا اكون بحافظ عليه. اخر حاجة بنعملها هي تقديم المشورة لضحايا الإيذاء الجنسي وأسرهم. نقوم بالعمل من خلال حاجة يعني خطة شاملة، بنشتغل مع الأطفال من سن 4 سنين لحد سن 16 سنة، بنعلمهم إزاي يقولوا لأ من خلال أشياء مختلفة، من خلال عرايس، من خلال ألعاب، من خلال تلوين، من خلال أغاني، يتعلموا إزاي إنه من حقهم إن هم يقولوا لأ. بنشتغل كمان مع الأهالي، بنعلمهم مين هو المتحرش، ايه وسائل اللي بيستخدمها المتحرش لتسييس الضحية بتاعته، ايه العواقب اللي بتحصل وازاي يقدروا يحموا أولادهم. واخيرا بنتعامل مع المدرسين والمشرفين الاجتماعيين في المدارس، بنعلمهم ايه اللي يحصل لو حصل الإبلاغ عن حالة في المدرسة، المفروض ايه اللي يحصل. بنعلمهم كمان ايه حدود المدرس مع الطالب، وبنعلمهم ازاي يكتبوا استراتيجيات للمدرسة عن التبليغ، سياسة التبليغ تبقى ازاي، لانه في معظم المدارس ده ما بيبقاش موجود. شركائنا الاساسيين في مؤسسة غير مذنب للرعاية الاسرية هم الاطفال طبعا والاسر، مدرسين، المؤسسات المجتمعية، المؤسسات الدينية، والمؤسسات التعليمية. واحنا يعني انا مفتوحه انه يكون في اي اسئله، اذا كان اي حد يحب اي استفسار فمتاح. اتفضل حضرتك. مساء الخير، عمر حمزه، صحفي جريده الشروق. اهلا يا عمر. اهلا بحضرتك. طيب، اولا نحب نعرف هيبقى ايه دور الاعلام في الكشف عن الموضوع ده، تمام؟ وبعدين طيب، هل احنا هنعلم المجني عليه ازاي يدافع عن نفسه ولا لا؟ ده حاجه. ومؤسسات مجتمعيه يا ريت نوضح زي ايه. أوكي. شكرا. الحاجه الاولانيه، ايه دور الاعلام؟ الحقيقه الاعلام ليه دور كبير جدا جدا جدا، لانه اللي بيحصل انه زي حاله زينه اللي عملت ضجه في الاعلام، وكل الناس اتكلمت عليها وزعلنا خالص على زينه، بس نسينا زينه النهارده لحد ما زينة اللي وراها تيجي ونبتدي نعمل ضجة، لكن مفيش علاج جذري من الإعلام للحالات بتاعة الإيذاء. احنا مجرد بنعمل ضجة وخلاص. طب احنا محتاجين ان احنا يبقى في برامج بتوعي الناس عن حقيقة بشاعة الإيذاء. هل احنا السؤال التاني، هل احنا هنعلم الأولاد يعني يرفضوا ده؟ ايوه، بنعلم الأولاد ان هم يرفضوا الإيذاء الجنسي،
واحنا بنعلم الاولاد عمرنا ما بنتكلم ما بنقول كلمه ايذاء ولا كلمه جنسي ولا كلمه تحرش، لانه الاهالي دايما بيبقوا خايفين ان احنا نفتح عينين العيال. دي دايما الشكوى الدائمه، انتوا هتفتحوا عينين الولاد على حاجات احنا مش عايزين نقولها لهم. لا، احنا بنعلمهم انه الجسد ده ليه قدسيه، الجسد دي ليه خصوصيه، انه في حدود معينه، الحدود دي مش لازم اي حد يتعداها، ولا انا اتعداها ولا حد يتعداها معايا. فدي حاجات بنعلم الولاد. على فكره بيفهموا كويس جدا، المدارس كلها اللي احنا نزلنا فيها، احنا نزلنا في مدارس كتير، منهم مدارس في منهم مدارس في دار السلام، ومدارس في شبرا القيمة، ومدارس في الطوابق، ومدارس في الرحاب، منهم مدارس خاصة وفي مدارس حكومية. لما بننزل في الأول بيبقى عندهم توجس ناحيتنا، لكن بعد كده لما بيشوفوا بيطلبوا منا ان احنا نرجع تاني ونكمل بقية المدرسة. المؤسسات المجتمعية، أنا نفسي أن كل المؤسسات وكل الجمعيات تتكاتف عشان نقدر نحارب هذا المرض الفظيع في المجتمع. ميرفت الشرقاوي، أون تي في. حضرتك قلت أن في فئات معينة هي الأكثر عرضة للإيذاء الجنسي، ممكن نعرف إيه هي الفئات دي؟ تعال تشرحهم لنا. طبعا في بعض الفئات بتبقى أكثر عرضة أنه يحصل معها إيذاءات. هذه الفئات هي فلنفرض العيلة اللي هي فيها مرض كبير في العيلة، الأم أو الأب عندهم مرض عضال، فما هماش فاضيين، دي حاجة. الحاجة التانية لو حصل طلاق في العيلة، فالأولاد بيبقوا شعرين بالذنب، يمكن الطلاق ده جزء منه هم السبب فيه، فبيبقوا برضو أكتر عرضة. العائلات اللي مش بتهتم بأولادها، المتحرش شاطر جدا في تسييس الأطفال، إن هو يديله الشيء اللي الأسرة مش بتديهوله، فبيديله الاهتمام، بيديله الألعاب، بيديله إنه أنا كاتم سرك، أنا تقدر تحكي معايا أي حاجة، فبيعمل كده بطريقة التسييس. كمان طبعا الأطفال اللي هم موجودين في ملاجئ طبعا أكتر عرضة، الأطفال اللي هم موجودين في سجون هم أكتر عرضة برضو. سوري أختم. احنا بنشكركم جدا من أجل الفرصة اللي انتوا اديتوها لنا النهاردة، ونرجو فعلا ان كلكم تتكاتفوا معنا للقضاء على الإيذاء الجنسي، وشكرا.